معي عبر الهاتف الدكتور خالد الشفعي الخبير الاقتصادي. دكتور خالد، يعني صندوق النقد الدولي توقع أن تحقق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023، وهي نفس التوقعات أبقاها للعام المالي السابق 2021-2022. أهم الخطوات التي اتخذتها مصر في رأيك حتى تصل إلى هذه الحالة من التوقعات الإيجابية؟ هي مصر قدرت تصل إلى هذه المعدلات من ارتفاع في معدل النمو نتيجة الإصلاح الاقتصادي اللي تم، نتيجة المجهودات التي تقوم بها الحكومة من خلال تطوير الصناعة ومن خلال توطين صناعات جديدة. أعتقد التوجهات الرئاسية لها يلعب دور السحر في وصول هذه المعدلات من معدل النمو في كل القطاعات المشكلة للاقتصاد المصري بفضل حزمة الإجراءات التي تمت والتي تتم من خلال سواء المشروعات القومية أو مشروعات البنية التحتية أو المناطق الصناعية الجديدة التي نراها تزدهر في كل بقاع مصر، بالإضافة للمجمعات الصناعية الجديدة وبرنامج حياة كريمة بيضيف لكل الاقتصاد المصري ككل وبيعلي من الناتج القومي الإجمالي اللي بنشوفه بيتطور من عام لآخر، يعني الاقتصاد المصري يتصدر يعني المعطيات ويتصدر معدلات النمو من ضمن اقتصادات على مستوى العالم بنلاقيه خلال الفترة الأخيرة، يشهد له العالم أجمع بهذا التطور وهذا التحسن نتيجة التوجهات الرئاسية في هذا الشأن. نعم، طيب انعكاس ذلك على معدلات البطالة، يعني ضمن توقعات الصندوق أيضا أن تنخفض معدلات البطالة إلى 6.9%. في ارتفاع معدل النمو يبقى في انخفاض في معدل البطالة، يعني نتيجة يعني معادلة طردية، ارتفع معدل النمو انخفض معدل البطالة، ارتفع معدل النمو نتيجة عندي زيادة في حجم الأنشطة، زيادة في المشروعات، زيادة في توظيف العمالة، زيادة في حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي ينخفض عدد نسبة البطالة نتيجة ارتفاع مؤشر الأداء ومؤشر التشغيل في كل المشروعات والبنية التحتية وما تحدثه الدولة المصرية في إعادة بناء الجمهورية الجديدة. شيء مرتبط طبيعا بالإضافة أن مصر النهاردة يعني بتدعم مشروعات الشباب وريادة الأعمال، وبنشوف ده متمثل في المجمعات الصناعية اللي النهاردة الدولة بتستحدثها في كل ربوع مصر. أعتقد دي هتحقق طفرة هائلة وقفزة هائلة نحو تشغيل مزيد من العمالة، نحو توطين صناعات جديدة، نحو وخصوصا ان هي بتعتمد في المقام الاول على ان يكون المكون المحلي لهذه الانشطة نسبة كبيرة منه منتج محلي. نعم، التقرير ايضا اوضح ان الدولة استطاعت من خلال تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التعامل والتكيف مع التحديات والأزمات العالمية. برأيك كيف أثبتت هذه الأزمات ذلك، خاصة أن العالم مر بأزمة كورونا وتلاها الأزمة الروسية الأوكرانية؟ الحقيقة حنكت القيادة السياسية عندما بدأ الإصلاح الاقتصادي في منتصف 2016، أعطى عدة ميزات لصالح الاقتصاد المصري، وكان على رأس هذه الميزات لصالح الاقتصاد المصري زيادة الاحتياط النقد الأجنبي، توسيع وتحسين المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، كل ده أعطى ثقة في المؤسسات العالمية الدولية في الاقتصاد المصري من ثبات التصنيف الائتماني في ظل جائحة فيروس كورونا وفي ظل تعديات هذه الأزمة، وأصبح الاقتصاد المصري هو الاقتصاد الوحيد الذي حقق معدل نمو إيجابي نتيجة السياسات التي تمت من خلال الإصلاح الاقتصادي والإصلاح المالي والإصلاح الهيكلي وتحسين السياسات المالية والسياسات النقدية. أعطى ميزة وأعطى يعني مكتسبات لصالح الاقتصاد المصري جعلته قادر على الصمود أمام جائحة فيروس كورونا،
جعلته أن يستطيع أن يمتص الصدمات أمام تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. بنشوف الاقتصادات العالمية حول العالم النهاردة بتعاني من معدل التضخم وتعاني من نقص سلع أساسية كثيرة حول العالم. بنلاقي مصر النهاردة أن لديها مخزون واستراتيجي يكفي لأكثر من 6-7 شهور نتيجة الإصلاح الاقتصادي اللي تم وقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام هذه الأزمة. أشكرك دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي.